إذا هذا دوامك عندنا ياسر ما عاد تنفع موظف أنت. معليش الله يحييك، بس اللي ما نمت زين أمس وفيني أرق. أرق؟ علمنا متى بينتهي الأرق، ولا بنجيب موظف ثاني ما عنده أرق ويعطينا عمل ممتاز. وأنت يا عامر سم، وين التقارير اللي طلبتها منك؟ جاهزة جاهزة. خلاص جيبها لي على المكتب يلا. أبشر أبشر. تراك ما قومت أنت وجهك. قومتك من اليوم سويت. ما شفت لي وشد لك كذا. رحلة رحلة بس خلص. خلنا ودي له بس التقارير. كثر كافي كثر كافي. رح. وش ذا التقارير؟ كلها غلط في غلط. يا ريتك ما كتبتها. أفا متأكد طال عمرك؟ بعدين قل لي هالحين في شيء اسمه عام 1541 يعني حضرتك مقدمنا سنين على كيف؟ هذا خطأ مطبعي من الطابع مو مني. زين قل لي في عندنا قسم اسمه الموارد البشرية؟ يا حبيبي اسم الموارد البشرية. أما عاد هذا طال عمرك خطأ مصبعي يعني من اصبعي انا ضغطت على النون بالغلط. يا على اصبع العدو الكسر. اسمعني زين، ابيك تاخذ التقارير هذه وتعيد طباعتها وتتامل فيها والتواريخ، وبالطريقه دي انا ما اقدر اقدمها. تفضل. ابشر ابشر. تفضل مكتبك. تفضل. صمت طال عمرك صمت. لا تزعل صمت. عامر عامر عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. خير خير؟ وش فيه؟ في احد يقوم واحد كذا؟ ترى انت نايم من يوم رجعت من الدوام، ودحين صارت الساعة 10 في الليل. ايش الحياة المقرفة حقتك هذه؟ خلاص ساعتين قوميني، الساعة 12 قوميني. ترى طفشت وانا قاعدة لوحدي. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص روحي الساعة 11 قوميني. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله جامعين كل فروض الصلاة مع بعض، ما تزعل وجهك أنت. وش أسوي يبا؟ نومي ثقيل. نومك ثقيل؟ لو في مباراة ولا طلعة مع ربعك صار نومك خفيف. لكن يا وليدي الله يصلح بالك إن شاء الله. آمين. باقي صلاة العشاء. الله أكبر.